مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام الناس مع ايناس، برنامج من الشارع للشارع. النهارده معايا موضوع شاغل على كل شباب اليومين دول، وهو الموضه واللبس. ايه موضوع السكاني جانس والليجينجز والبوكسرات اللي طالعه من البناطيل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ لبس. ما انا عارفه انه لبس، دي الموضة. لو قالوا لك انه البنات هتلبس حاجة واحدة بس، الليجينجز او الاستريتش، تختار ايه؟ اكيد الاستريتش زي اللي انت لابساه. يعني الليجينجز شكله فاشنبل. بتبصي كده ليه؟ مش عاجبك لبسي؟ لا حلوة يعني. لا ما انا برضو ممكن ابصيلك من فوق لتحت. هل تفتكر انه سكاني جانز ده زي الاستريتش؟ لا طبعا. مين مثلك الاعلى في اللبس؟ هل هو تامر حسني ولا جاستن بوبرز؟ لا الاثنين ما بحبهمش. لا ماليش مثل اعلى في اللبس. طب ايه رايك بقى في الناس اللي بيطلعوا من البناطيل اللباس؟ والله الكوتونيل هي اللي عملت المشكله دي. انت كوتونيل ولا دايس؟ انا كوتونيل. وانا فيكتوريا سيكريت. ايش معنى؟ عشان بيريح. ايه رايك في لبس اليومين دول؟ حلو. لبس البنات مش مأفور شويه؟ لا هو لبسك انت اللي مأفور. ايه ده؟ انت يا مخي جاي بتهزقني ولا ايه؟ What is the clothes you like to wear? Skirts. Mini skirts or skirts long skirts? Long skirts. شكلك مش متابعة المودة لانه الليس مش مودة. ها شعري اللي هو شعري ده؟ انتي متغاظة. انتي جاية وكرشة بلحقتي ليه؟ بتحكي على ايه؟ اولاد متغاظة مني. ايوه مش مشكلة بس انا شعري ذهبي. انتي ناسية ولا ايه انه ده المودة؟ بصي لا مش حلوش قوي. عارفة انكم بتغيروا مني ومن جمالي، فهسيبكم هقول لكم تبخروا تبخروا. يلا باي.